نعم، قد بكى شوقا لعناق أبنائه، عاش محاربا لذلك الخبيث من أجلهم، رفع صوته أمام الجميع مناجيا الله أن يشفيه. رحل محاربا هنا على أرضه التي عشق وبين جمهوره ومحبيه. راتب العوضات الضبع، اليوم سيتم تشييع جثمانك الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد مدينة الحجاج إلى مقبرة مخيم حطين القديمة. مسقط رأسك، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وألهم أهلك ومحبيك والأسرة الرياضية الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بداية بجوز بدنا نترحم أكيد على كابتن راتب العوضات. بجوز التأثر كان كتير كبير لوجودي معه بآخر إطلالة تلفزيونية. عموما رحمة الله على الضبع، وحبينا يكون أول فيديو يعرض اليوم عن راتب العوضات من الجمهور، تحديدا من جمهور الفيصلي المحب والعاشق لراتب العوضات. وأكيد تحياتنا لمعاذ عواد. وقبل ما ننتقل للفيديو بدنا نحكي سمو الأمير علي عبر تويتر: رحمك الله يا راتب العوضات، فقدت عائلة كرة القدم الأردنية أحد أبنائها الذي قدم الكثير لوطنه خلال مسيرته الحافلة والطويلة، لاعبا ومدربا. خالص عزائي لأسرة المرحوم ولأسرة كرة القدم الأردنية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. منطقة الجزاء وبتصل محاولة راتب العوضات، راتب العوضات بحقق الهدف الأول في أول أربع دقائق من ثمن الشوط الأول لمصلحة فريق النادي الفيصلي اللي بدأ ضاغطا. وهذه الفرصة الكبيرة اللي بيحاولها محمد بيروتي إلى ركنية، وبالتالي يستثمر الفريق. مش عصب الحمد لله، هو شويه يعني حامي شويه، بس بالنهايه الحمد لله بعد ربنا معطيني، بجوز بشكر ربنا انه معطيني نعمه انه قد ما اعصب مثلا بوقته، بس بعد شوي بروق يعني. والحمد لله انه من جوا ما فيش حقد على حدا يعني. بتمنى للجميع زي ما بتمنى لنفسي الخير، بتمنى للجميع الخير. مدرب الفريق راتب وضعه على وضعيه الجنون. البطولة راتب العوضات يأمر بالجميع بالاقتراب وأعلان الفرحة الكبرى. كلاعب كنت وكمدرب حزين انه معالي الشيخ سلطان العدوان انه توفى، يعني قدم الكثير للكرة الأردنية إن كان كرئيس اتحاد أو إن كان كرئيس نادي للنادي الفيصلي. أغلى بطولة أنا كمدرب ولاعب بتوقع، وللاعبين ولإدارة النادي الفيصلي هذه البطولة، بطولة معالي الشيخ مرحوم معالي الشيخ سلطان العدوان. بنقول له إن شاء الله إنه قدرنا لو إشي بسيط إنه نكرمه. من لا شيء. إذن راتب العوضات، راتب العوضات واضح، واضح الانفعال في هذه اللحظات في ظل هذه النتيجة. حتى على مستوى التعادل هو يعمل بأنه كونه صاحب أضيافة بأن يكون المنتصر كما هو حال لأرمته، لكن الأمور مختلفة. فرق كبيرة، فرق كبيرة من عبيلة الأمام، التسليم براسية الانطلاقة، ولكن في النهاية الآن في مباراة قد تكون المباراة الأخيرة للكابتن راتب مع الفيصلي هذا الموسم. شوف كمباراة أخيرة مش مباراة أخيرة، شوف إذا الله أعطاني الصحة إن شاء الله راح أكمل إن شاء الله قدر ما أستطيع، والتوفيق هو من الله والشفاء هو من الله. أنا بطلب إنه الله يشافيني، لأنه أنا موضوعي عشان أكون صريح مع كل الناس إنه موضوعي كعلاج، أنا ما إلي علاج، علاجي عند الله فقط. كتلة رجعت راحت ومن ثم رجعت، طبعا اللي حطها هو الله واللي قامها هو الله، وبتمنى من الله وبترجى من الله انه قيمها، وانا متوكل على واحد احد وهو الشافي فقط، وبتمنى انه هو يشافيني. شافاني راضي، ما شافاني راضي، والحمد لله.